مع إشراقة شمس كل يوم جديد هناك حكاية جديدة حينما تأخذ الهجن مسارها إلى الميدان. بانطلاقة الهجن في كل شوط تبدأ رحلة الخبرة والتوقعات نحو النجومية وتحقيق الناموس. رياضة الآباء والأجداد يطورها الأبناء ويمنحونها جل أوقاتهم في منافسات رائعة. قناة الريان اختارت 10 من المضمرين القطريين وخصصت لكل واحد مبلغا وقدره 100,000 ريال قطري لشراء ما يحلو له من المفاريد. لديهم 8 أسابيع فقط لإسافة إبكارهم استعدادا للسباق التأهيلي الذي يخرج منه 5 ويتأهل 5. أيوة بعد ذلك سينتقلون إلى السباق النهائي. المضمرون يواجهون التحدي الأصعب في حياتهم، فالفوز لواحد منهم في سباق شارة الريان المثير. أربعة أسابيع مضت على عملية الشراء وبدء إسافة الهجن للتنافس على تحقيق الناموس، والباقي من الزمن للسباق مثلها. سيحظى الفائز في تحدي شارة الريان بالشلفة الذهبية وسيارة اللكسس، وسيظل هذا الإنجاز الرائع ماثلا في ذاكرته مدى الحياة. المضمرون يستخدمون كل الأساليب لتطويع هجنهم وعسافتها في وقت قياسي. حتى اللي عندك على بنتك. وللمرة الأولى يطلقونها إلى الميدان. آن الأوان لمعرفة البكرة التي لها أفضل توقيت في شوط 1200 متر. على المضمرين أن يختاروا البكرة المناسبة من إبكار بدا عليها التعب. اقترب السباق التأهيلي وسيجتازه القليل منهم. صح. أرجع أقفل هذا في الدنيا. وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من الإعسافة، لكن خطر المرض والإصابات يحدق بهم. كان قرار علي البريدي في شراء 5 إبكار صائبا وآمنا. عالج علي هجنه فتماثلت للشفاء. والله دكتور الا المصابه من قبل. وحده مرضت علي واستبعدتها عن المتسابقات، خفت انها تاثر عليها بالمرض او شيء وكذا، يعني استبعدناها يعني عشان ما تاثر على المطايا الثانيه. تصرف علي بحكمه فقد استبعد واحده ليحافظ على ما تبقى. أبواب الأمل ما زالت مفتوحة لعلي، فقد استبعد المريضة في الوقت المناسب. ربما الاستحمام يساعدها على نمو وبرها. بعد أن استبعد المصابة عاد ليفكر بالمتبقية من إبكاره. النهائية ما بعد وصلت الحين، احنا الحين في بداية المشوار، في النهاية بعد التفاحيم، بعد ما تاخذ لها يعني 5-6 تفاحيم 7-8 تفاحيم كذا بتبين لك المطية شنو الأفضل. وأتوقع إن شاء الله بعدنا ما راح يسبقوني،
اني راح افوز بالشلفا واللكسس. وهذا الحين اعلن لهم تحدي للجماعه. تعود البكار المتبقية إلى الميدان بسرعة، فهي متأخرة أسبوعين، وعلى علي أن يفحمها في الحال. الحين قاعدين نمشي المسافة، إحنا في الدورة الستة، ونمشي لين كيلو ومئتين، يعني حوالي 4 كيلو و800 متر، هذه كلها مشي. بعد في كيلو ومئتين بعد تفحيم. إلى حد الآن والله يعني أتمنى إن شاء الله أنها تكون على ظني فيها، وتكون إن شاء الله أنها قد المسابقة وتكون على مستوى المتسابقين ولا أفضل. علي ليس وحده الذي وصل إلى مسافة 1200 متر، ولكنه رقم مهم بالنسبة إليه. يحاول المضمرون الاطلاع على ما قطعه كل منهم من مسافة وتوقيت. البريدي غير مكترث لعيون الآخرين، فقد عقد العزم على التفحيم. بسرعة يا قناة، قناة بسرعة، في ناس بيجون منك يشوف. إبكار علي حركتها بطيئة، فهي المرة الأولى، فهل هي على مستوى التحدي؟ يوشك علي على أن يعرف ويكتشف. لا 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 جابر. ما زالت إحداهن تشكو الضعف، لكن الشاهنية في المقدمة أداؤها ملفت. سجلت توقيتا مميزا يريح علي ويطمئنه. والله الحمد لله مستانس منها، أتمنى إن شاء الله تكون تواصل، ما يجيها أي مشاكل ولا أي ظروف صحية، وانها تواصل المشوار وتشترك ان شاء الله بسلام. علي يبعد بكارة عن الميدان قبل ان يكثر المضمرون. يشرف المحكمان فهد بن حباب الهاجري والحميدي بن راشد المري على سباق شارة الريان. بعد اسبوع سيجلس المضمرون مع طاقم من القناة ليعلنوا عن البكارة التي اختاروها للسباق. الحميدي وفهد في زيارة إلى المضمرين ليتأكدوا من جهوزيتهم لاختيار البكار المشاركة. المحطة الأولى لهما هي عزبة سعيد بن دلهم. أخبار المعنوية؟ بشرك فول، الحمد لله. شلون مبروكات؟ بشرك كلهم طيبات وخير. الله يوفقنا وياك. مستعد للجماعة؟ إن شاء الله إن الله راد. على أتم استعداد؟ أتم استعداد وعلى درجة رقم واحد بعد. الله يوفقنا وياك إن شاء الله. الله يوفق الجميع. علوم التفحيم؟ طيب التفحيم. حسب ترشيحاتنا السابقة ولا اختلفت الأمور؟ وين ترشيحاتكم وشو؟ عاد هذه بنت فراع وهذه بنت غرشوب. اي نعم. ترشيحات على بنت فراع. والله الظاهر اللي رشح بنت فراع انه صايد ان شاء الله. اصاب الهدف ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقنا وياك ان شاء الله. باللفجح وابن حباب يودعان سعيد ويحمسانه. شد حيلك، الربع وراك كلهم يتحدون. ما عندك مشكلة. طيب. هم مسمينا ميدان التحدي، احنا على التحدي ان شاء الله. عاد احنا ما ننظر للعنصريه الان، نقول قدام القريصي ونوار. قريصي نوار شيبه. ايوه. الخوف من القريصي لان شباب. زين ابو تركي؟ ابو تركي شباب. ترى ابو تركي ناوي عليكم. هذا ابو تركي شباب. انا ما اعتقد ذوي الخبره هم اصحاب الكفاءه. المحكمان يتابعان زياراتهما، وسعيد يعود إلى البكار التي استحوذنا على كل تركيزه في الأسابيع الأربع الماضية، وإحداهن ذات أصل في السباق. لقد عرف سعيد أن فراع من سلالة مميزة، فوالدها فراع ذو الإنجازات الكبيرة. فراع سجلت وقتا مذهلا، والفضل يعود لجينات والدها. مع هذا فسعيد لم يكن سعيدا. بعد التفحيم وبعد التدريب وبعد ما يصير انك تستمر على تدريبها وانت ما تعرف هي عندها نقص، عندها ارتفاع دم. لقد لاحظ ان هجنه مرهقه
ولا تأكل كما يجب. هذا السبب اني جبت الدكتور علشان ياخذ منها فحوصات ونشوف اللي ناقصها عشان نكملها لها، لان عاد باقي عندنا فتره، وعسى الله انه يجيب العواقب سليمه، نقول انه فحصها يطلع ان شاء الله زين ولا تحتاج اي دواء ان شاء الله. ازف موعد السباق التاهيلي، وسعيد يود ان يطمئن بسرعه على هجنه. هلا والله. مرحبا عمي سعيد. حياك الله. مرحبا يا دكتور. كيف حالك؟ مساك طيب. ما تقلق ان شاء الله، هنشيل عينه منها ان شاء الله ونوديها المعمل، هيظهرنا كل حاجه. لدى بن دلهم هاجس بان التاهل سيكون صعبا، فاي اصابه تعني التوقف عن التدريب. خرشوبة. جزاك الله خير يا دكتور. الله يكرمك. جزاك الله خير. المطيره تعلمت، انا تعلمت منها، يعني ترى انسلمت العقده، اقول ترى المرضى العقده، فانا الصاحب المجهود، ترى انسلمت العقده فانا الصاحب الصاحي. سعيد لا يخفي تألمه على أبكاره مع وجود المنافسين من حوله. كل ما يمكنه الآن أن ينتظر مكرها. في الدورة الشمالية يستعد ريمان للتفحيم مرة ثانية. المسابقين والله تسعة وأنا العاشر، والله ودي المخهم، كان رب العالمين عطاني ودي المخهم والله. منهم القريصي، منهم نوار، ومنهم خيط، ومنهم مفتاح، ومنهم الخليفي، ومنهم بن تيمه، والله ودي المخهم. الشاهينيه هي البكره الاسرع بين ابكاره الثلاث في التفحيم الاول، وهو مدرك لاهميه سباق اشاره الريان. ابوهم نافسين والبريدي خايفين من اكثر. ابوه عرس ساس سبك يسبقوا العرب، ساس سبك من الابو على الجد، هذول من فيهم ولدين فيهم. والله كريم بن عين رب العالم، طرحته بعد طرحتي بلا برك تعال مثل الرقم يطرح. يتجه ريمان الى خط البدايه وبيده السيف استعدادا للاحتفال. أكثر المضمرين وجهتهم إلى الميدان الحديث المطور، أما ريمان فيفضل الميدان القديم، يجد أنه أكثر أماناً لبكارة. خالي تم العرب في القايلة، ما لقى شيء يدقر لي ولا شيء، والثانية تقريباً عند العزبة، والثالثة طال عمرك فيها مزينة بالرمل وعندي قريب، وخالية يا وقت حل الساعة واحدة ونص اثنتين ما تلقى حد يشوفك ولا تشوفه الا الملائكه ان شاء الله عندنا وعندكم وعندنا ان شاء الله. لريمان خصوصيه يحرص عليها دائما. اهلي معنا في القناه مال الريان، ما حد بيعلم حد، كل واحد سر مهنه. ما انا والله لا شفت من عيالي، وانا ماني مخليهم يشوفوني، كل حتى لو يجوني الحين يقول انت بتفحم، بقول لا ماني بعلم حد كلش، لانها سر المهنه. بنتلاقينا وياهم في يوم فيه ان شاء الله البركه، ولا بيهم ياخذون حتى تيم مطايعين ما بيهم ياخذون. يأمل ريمان ان يكون التفحيم الثاني جيدا بمستوى الاول، فهو يريد ان يحدد البكره المناسبه للسباق. انا اخو رفعته. احدى ابكاره تتصرف بعكس ما يتمناه. انها الشاهينيه المحببه اليه تتمرد عليه. بداية خاطئة لا يرغبها ريمان، وعليه تلافي الخطأ. ها هي الشاهينية الآن تسبق البكرة الثانية بعد أن كانت الأخيرة. يبدو أن الشاهينية أرهقت، لم تستطع الاستمرار في هذا الأداء. البكرة الثانية أصبحت في المقدمة، والشاهينية تأخرت عنها كثيرا. دعم في البيت أرد انطلاقة في الدنيا. يتطلع القريسي لتفحيم إبكاره بطريقة احترافية. توقعاتي من 45 دقيقة و45 تكون في الثلاث،
تحت ال 45، فوق ال 45 من الرابع ورا. بس الشباب اللي ما نزلوا تحت ال 45 حاولنا يتأهل. أما في الخمسينات لا يتعبون عليه. حمد يتوقع أن تسجل أبكاره توقيتا سريعا في الميدان الحديث، فهو أفضل من الميدان القديم. والله إن شاء الله جاهز. صح 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 صح. تنطلق ممدوحة وعليها الراكب الأخضر، ومشهورة عليها الراكب الأزرق، لتلحقان بالبكرة العروب. تستجيب ممدوحة للعصا وتسرع أكثر. مع استخدام حمد للعصا إلا أنه يبدو متأخرا. تتصدر ممدوحة خلال دقيقتين، وهو توقيت مناسب. لا والله إن شاء الله مثل ما شفتم، إن شاء الله الأمور زينة، التفحيم أوكي، والتوفيق على الله سبحانه. لا أنا قلت لك قبل شوي، قلت لك ما بينت الرؤية، بس هي واضحة. القريسي يزداد ثقة بالفوز بعد أن أجرى التفحيم الأول. من البداية أنا قلت حتى للشباب المنافسين، قلت لهم عندي بكرة إن شاء الله راح تكون في الفورم وصعب أقول إن شاء الله. أقول للإخوان المتسابقين شدوا حيلهم. ما زال حمد بعيدا عن هدفه، فتسجيل توقيت دقيقتين لا يكفي، لابد أن يفحم مرة أخرى حتى يحقق الهدف بتوقيت دقيقة وخمسة وأربعين ثانية. بخيت يريد أن يفعل شيئا ما، فهو بانتظار زائر لن يحضر له راكبا أو طعاما، بل سيحضر العسل. يبدو أن تجربة جديدة يراد تطبيقها. علي شغوف بالنحل وما ينتجه من عسل مفيد، فهو يربي النحل منذ عام 2006. الحين رايح حق بسالم، واحد من الإخوان اللي هو عنده ريس سباق حق المطاير، فماخذ له عسل طبيعي من المناحل اللي عندي، إن شاء الله يتوفق فيه ويحقق نتائج. علي يعتقد أن أبكار بخيت ستستفيد، فالعسل يولد الطاقة. السلام عليكم. يا مرحبا. الله يحييك. السلام. هذا العسل اللي وصيتنا عليه. تفضل. الله لا يبيض. هاي من مناحل. بيض الله وجهك. وعسل بإذن الله شيء. الله يبيض وجهك ويطول عمرك. يا والدك في الجنة يا رب. يا الله يرحم والدك، جزاك الله خير. يا مرحبا ومسهلا. الله يطول عمرك. هذه طبعا تدري الوضعة قبل الريس، نعطيها من 150 إلى 200 جرام. أيوة. قبل الريس بساعة إن شاء الله. أيوة. هذه يحافظ على مستوى المطية، ما يخليه ينزل، يخليه على إن شاء الله على طاقة واحدة. على طاقة صح. يحافظ على الطاقة إن شاء الله، هو ينحط مع ماي فاتر. يا تشرب المطيه يا ينحقن طيب من الحلج. المهم انه يعصر بطنها ان شاء الله، ويصفي عندها، يصفي المجرى الهواء كامل. الله وعلى الكبد. النصيحه تشترى، وها هو المضمر المحترف بخيت يحصل عليها مجانا من علي. الحين جينا عسل، احنا عسل، ها مو بعسل صح، من العسل ابو يوسف، ونستفيد من اللي سمعنا. لعد عندك شوار يدلك، اخذ من شوار الرجال دلي، اللي يقنع بشوره الروحه هلا، بس تبغي زياده كلب شوي. محمد احجرب العسل، اخذ حط حق المطيه 3 كفاش 4 في ماي فاتر، جرب الحين مع المطيه الصغيره. يلا جو. يود بخيت ان يجرب العسل على فزعه. اذا امكنه الاستفاده من هذه التجربه الجديده، فان ذلك قد يؤهله للتفوق والمنافسه القويه. نحط 3 كفاش الى 4 كفاش تقريبا، ما يعادل 50 الى 100 جرام. حاليا نحركه بالماي الفاتر، العسل لين يذوب. هاي الحين قفشتين، هذه الثالثه، ما نغمس القفشه داخل برا، خلاص سكر الغرشه. حطيت المواد كويس. خيت يتذوق حلاوه العسل قبل فزعه.
خل المطيح عطها هي. حلو العسل. ما انا معطيه البكره. ما لا خلينا نجيب شوي حار. بن خزينه استطاب طعم العسل، كذلك فزعه ستحبه ايضا. شوف هاي ما تجرب الماء، قوم العسل. تشرب العسل الطيب؟ شرب. رجال فيه العافيه. شربه. شرف لك الناموس يلا. وياك. يلا. نشطها وزين سنعها وزين خاطرها الاكل. شفت انت البكره الحين اعطيناها ماء طبيعي عيل. يوم اعطيناها ما في عسل شربت كله. العسل هذه هو يعني لو عطناها المطايه قبلها بساعه، وخاصه عسل السمر اللي هو غني بالمواد المفيده. عسل السمر هو شوي نوع ثقيل فيعطي طاقه اكثر ومحافظ على المطيه من ناحيه النفس والكبد، ومستوى الطاقه يكون عنده عالي ما ينزل، يعني تعطي مسافه اكثر. علي يسدي نصيحة أخرى لبخيت. البرسيم هذا يظهر في زهر. أيوه. اللي طلع في زهر، هاي شوف الزهرة هذه الحين. أي سويت زهرة. زهرة بنفسجية. هاي زهرة البرسيم ممتازة حق النحل. وبخيت يبادل عليا بعض النصائح أيضا. شو رأيك يا أبو يوسف تسوي لك بكرة 10,000 15,000؟ إن شاء الله. وبنسدها منك. إن شاء الله. دمر علينا بغرشة عسل. أبشر. عسل. أبشر إن شاء الله. سمعاً. نعم. ممكن تسبق تروح من البكرة البحث اللي راح. صحيح. 3 مليون. إن شاء الله. الله يوفق إن شاء الله. جميل. آمين يلا. ولكن هل يمد العسل البكرة بالطاقة فعلاً؟ يوم جديد وعودة جديدة للمحكمين، ولكن هذه المرة للبحث عن ريمان، وأفضل مكان لريمان هو الدورة الشمالية. مرحبا 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 ومسهلا. يا مرحبا ابو راشد. مرحبا ومسهلا. القريصي والعتيبي اسهلهم ان كان لداله ان كان لداله هنيا هنيا واثق ابو تركي. نعم الله يوفقك. ان شاء الله ان نشوفون العرضه والامور كلها طيبه ان شاء الله بالتوفيق وما تشوف شر. ان شاء الله خير وبيض الله وجيهكم. والله يبيض وجيهكم على ذمتكم وجعل ما نبكي الجميع. والله يخلي لنا ابونا كلنا حمد وعياله واخوانه. يا مخالب يا طير يا اللي في السماء غنى سوى المنايا. مثل ما شفتوا انتم الرجل اليوم يلعب بالسيف ويقول انا اتحدى الجميع وراح اسبقهم ان شاء الله. توفيق من الله طبعا. بداية ابو تركي شخص متحمس دائما ويتحدى الجميع ودائما عنده اسلوب المرح. جاء الطبيب إلى عزبة سعيد بن دلهم ليشرح له أسباب مرض فراعة وغرشوبة. السلام. مرحبا يا دكتور. يا كالله. يا مرحبا. بشرك بالخير إن شاء الله. الحمد لله. نقص حديد بسيط وفراعة فيها شوية ارتفاع طفيف في أنزمة الكبد. يتمنى سعيد أن تتمتع أبكاره بصحة جيدة مع اقتراب السباق التاهيلي. المطايا الاثنين نقص الحديد بنعالجه بزر التمره او الدبس اللي تختاروا انت. زر التمره زر الدبس شويه صغيرين بقى 5 أيام 6 أيام بيرجع الحديد لوضعه الطبيعي ويبقى كده المشكله انتهت الحمد لله. فراعه فيها ارتفاع طفيف انزيمات الكبد. شو اللي زي اللي بنتلحق عليه بابر في العضل لكورس لمده 5 أيام بيرجع الكبد لوضعه الطبيعي تاني واكلها يبدا يزين الجلد الاخضر من تاني يوم على طول ان شاء الله. وصفة دواء تعطى لبكرته المفضلة مع استراحة لمدة 5 أيام على أمل أن يؤثر هذا في التحضير للسباق. نوار هو أول من قدم أوراق اعتماد بكاره إلى الميدان وأول من فحمها. إنه دائما متقدم عن البقية، مع ذلك فقد دفع الثمن باستبعاد إحدى بكاره. بعد أن أصيبت بنت مبشر جعل اهتمامه ينصب على بنت الباز الأغلى ثمنا. الشحانية كلهم مرشحين بنت الباز. بنت الباز هي الأخرى مصابة، يا له من حظ سيء. من يده ها؟
الحمد لله بنت الباد يعني اصابته اصابه نفس بنت مبشر رحمتها اليوم، وحسيت انها يعني هي الحمد لله راحت من السالمه سليمه، هم تدربها اليوم حسيت فيها ضلعه بسيطه يعني. المصابه لا يمكن تدريبها وعليه ان يستبعدها، وهذا يعني ان نوار فقد اثنتين وتبقى له اثنتان. عندي بنت مكلب وعندي بنت مزاح، واحتمال بعد يجي ضلع يعني. انا ليل قبل السباق بساعه ممكن انا ما اصير برا مسابقه، انا مش لازم يعني، ممكن انا اصير برا مسابقه. تقدم نوار لا يكون مجديا وثقته بالفوز تزعزعت. المحكمان فهد والحميدي يستمران في زيارة المضمرين للاطلاع على مدى استعدادهم للسباق، والآن يزوران بخيت. منذ البداية أوضح بخيت لهما أن فزعة هي موضع اهتمامه وأطعمها العسل. حالك؟ الله يعافيك. صحتك طيب؟ طيب. شلون صحتك؟ حالك؟ الله يعافيك. أخبار معنوية؟ والله إن شاء الله طيبة. الله يوفقك. بشرني يا أبو سالم رب الاستعداد على ما يرام. من لحية للشارع. مني لأخوياي. ربك حفظ الربع، حنا معنا من أخوياك. أنا أبيك تسبقهم عشان تعطينا من بعض الدرر اللي عندك بيتين عقب السبق. نبيك تشد حيلك إن شاء الله يا أبو سالم، وتبذل اللي عندك من الخبرة كلها وتحطها قدام الركض فيها. لك عارف ما عاد بياخذنا على روحي. بالتوفيق إن شاء الله. وياك. فمان الله. فمان الله. فمان الله أبو سالم. الله يحفظك. خبرة الأربعين سنة تمنحه المزيد من الثقة بالنفس. بخيت يستعيد ذكرياته قبل إنشاء الميدان الحديث، ويؤكد أن سباقات الهجن تقاليد أصيلة تزيد الروابط وتقويها. إن السباقات لها تاريخ عريق، على ابنه أن يستلهمه. مشتاق الأيام أول، أيام جمعاكم وأيام الدراهيم. أي والله مشتاق لله. في دي الخير دي الحين أكثر، ونها من غير الأول نشاط جدا، لا يوجعنا الديل ولا يوجعنا رقاب ولا يوجعنا ضهر، سمعن على لحم صيد وعلى لبن وعلى تمرين لياقة كاملة سمعن. ويا الحين الحمد لله كثر الخير وقد كل الخير، وردي غدا جيد سمعن. الله يدوم علينا النعمة ويعطي لنا البطانة الصالحة ولا يغير علينا خلق من خلقه. نفس العرب أول. أنا خبلي قعود من 16 كيلو. هو لبي. هو لبي. جابه رعية عندنا في الأبرقة سمونه سمح على الجماعة بغوا يشلونه بالمئة، بيبيعه بالمئة. يقول أنا ببيع بالمئة اللي عنده مئة، وعرف جمع هم ماذا الحين. أما المئة مثلا المليون. أول قد أركب شيء من المطايا في سباق؟ أركب سباق. أنا مخلت ما أركب المطايا في سباق. قطعت المجم منها؟ مطيتي مربتا. ما نطيح. بعض عرب لا رخوا يتجوز يطيح، والرجل الصلبين ماتوا. أنا ما بعد طحت المطية في السباق الحمد لله. فضل الله. فضل الله. وأسابق وقليل اللي يسبقني، أنا أسبقهم لعب فيهم بالبر. ستبقى لسباقات الهجن أهميتها وألقها على مر السنين. يريد نوارا يختبر أبكار من خلال تفحيم آخر بعد أن تعرض نصفها للإصابة. مزاحة تبدو أسرع، لكن سرعان ما تتقدم عليها بنت مكلب. يا للكارثة، سقطت مزاحة. لقد حملها أكثر من طاقتها ولم تستطع المجاراة. وصلت بنت مكلب إلى خط النهاية، لكن بعد وقوع الكارثة يسرع نوار لمعرفة ما حدث. هل خسر مزاحة؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، عادي. هذا عادي يطيح، عادي طاحت وقامت عادي. ربما أصيبت بشد عضلي لم يلحظه ولا يملك الوقت لملاحظته. المحكمان يستمران في زيارة المضمرين لمعرفة البكار التي اختاروها. عليهما محاورة علي بطريقة تجعلهما يعرفان المزيد. هلا، الله يرجع، كيف الحال؟ الله يحيي وجعله. الله يبقيك طال عمرك. شلون معنويات؟
والله ابشرك المعنويات عاليه ان شاء الله. حددت البكار ان شاء الله للبكره اللي راح ان شاء الله تدخل المسابقه؟ والله لحد الان والله محدد. انت اكثر واحد يعني شاري والله طال عمرك حوالي 5 بكار الحين. انا اخترت منها ثنتين ان شاء الله، والثنتين هذه لين يقرب الرئيس يعني نشوف ظروفها، يعني اللي منها ما يحصل عليه شيء ولا حاجه. الجماعه يقولون الميدان يا حميدان، والدعوه الوعد عند خط النهايه. والله ما حد يبدا هذا القريصي وهذا نوار والله وريمان الربع ذولا كلهم يقول ما حد راح ياخذ السياره باريحيه، يعني ما راح تكون الا هو اكيد كل قوه. انا اقول ما حد مسابق وعاد غدرت عليه وعقاله. شد حيلك، نرجي من الله التوفيق. يلا الله يهديك طول عمرك. مرحبا حياك الله. ابكار علي الاسوأ حالا بين هجن المشاركين، وعلى وشك ان ينضم اليه مضمر اخر. فرص سعيد الشهواني في التاهل تتضاءل كل يوم، مرضت هجنه فاوقف تدريبها. الطبيب المختص يشخص حالتيهما ويصف لهما الدواء، لكن سعيد لم يتبع وصفة الطبيب. والله الدكتور وصف لي علاج وقال لي علاج ممكن هذا انه يعني يرديها او انه يقلل مستواها. حبيت انا اعالجها بعلاج من عندي انا. وصفة سعيد لابكاره مزيج من الملح والماء الحار بعكس ما وصفه الطبيب لها. ارفعها شوي، ما راح يضرها ان شاء الله بشيء، وراح ان شاء الله يشيل هذا المرض عنها ولا تروح منها ان شاء الله هذه الوعكه. اشتراك هجن سعيد في السباق مرتهن بتعافيها، والا يفقد فرصته في السباق المثير. بنشاركها ان شاء الله، وان شاء الله انها تروح منها هذه الوعكه، وعندي امل ان شاء الله انها تكون في الخمس المتاهلات. انا ما ادري ايش الحلال اللي عند المشاركين، لكن كل مجتهد نصيب، والراعي السبوق هو اللي بتاهل. يزور المحكمان نوار الآن، وعلى الرغم مما ابتلي به يتحدث معهما بثقة. يا مرحبا، حالك؟ شلون البكار؟ والله زين. معنويات كيف؟ فول المعنويات. مستعد ان شاء الله؟ امر الله. انت من الاشخاص اللي اشتريت اكثر من بكره؟ والله شريت 4 بكار واكثر من قيمه من تكلفه القناه المدعوم فيها. ما قصر، ونتمنى لك التوفيق. الله يوفقك ويشد حيلك، والجماعه تراهم يتوعدونك. الله كريم، الله كريم، امر الله. ايش اخترت من البكار؟ والله اخترنا مكلفه. مكلفه؟ نعم. ليس مفاجئا ان يختار مكلفه، فهي الوحيدة التي لم تصب بأذى. أنت يا أبو حمد من الناس اللي لهم مسجلين أساميهم بأحرف من ذهب في الميدان. ما لك زود. استار أبو حمد. ما لك. مرحبا مرحبا. مرحبا. الله الله يحييك. أبو حمد من الأشخاص اللي سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الركض وتاريخ الهجن. صاحب الدرعية، مضمر الدرعية سابقا، ومضمر مزاحم، ومضمر سراب، وله باع طويل في مجال الركض وإنجازات لا تعد ولا تحصى، ونتمنى له التوفيق. الزيارة التالية لسعيد، والطريق إليه طويلة، فقد نأى بإبكاره إلى مكان معزول لمعالجتها بنفسه. والله غيرت محل البكار من العزبة اللي كانوا فيها قبل، تفادي الانتقال العدوى من الحشوان هذه للمطايا الباقية. المكان المعزول ليس بعيدا عن المحكمين، إنهما وصلا إليه للاطلاع على مدى استعداده للمشاركة. طيب الله حيك. سلام. الله الله حيك. الله سلام الله يحييك. سلام براشي، طيب ساك طيب حربة. يا مرحبا. الله حيك. شخبار المعنوية؟ والله يا أخوك المعنوية خلها على الله. من الأيام عندنا وعكة صحية كذا أسبوعين، والله من أسبوعين ما تفحمت ولا راحت الدورة. ما تشوف شر إن شاء الله. إحنا آخر مرة جاها من خيا عقب من خيا حرارة من 10 أيام، والله نتكح ليومك قدام عينك. ما أثبت الكلام هذا إن شاء الله. إن شاء الله والله من أسبوعين ما راحت منها. بس أبو خالد أنت عارف بما أن الموعد قرب شو تسوي؟
هل انت الحين بتشارك ولا اسم مشاركه؟ وش اسم؟ انا بالاساس اساس المشاركه والسبق ان شاء الله. الخيره ما اختارها الله. الحمد لله رب العالمين. على العموم يعطيك العافيه ونتمنى لك التوفيق. الله يجزاك وشاكر لك جدا. الله يطول عمرك. مرحبا مرحبا ومسهلا. الشهواني وابكاره المريضه ينتظرهما مستقبل مجهول. عبد الله بن ناصر آل خليفة يستيقظ مبكرا لتفقد هجنه، لديه ما يزيد عن 100 ناقة ويتمنى ألا تصاب بمكروه. عبد الله يطبق على أبكاره مقولة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. شو الأدوية الكويسة؟ يزودها بأفضل الفيتامينات، وفريقه يتابع بحرص كل ما من شأنه أن يحفظ صحتها باستمرار. يعني الحمد لله العمال يعني مو من سنه وسنتين، عنده تقريبا من 10 سنين بعضهم، من 8 سنين تقريبا قامين بدورهم احسن وجه، والامور الحمد لله طيبه. يعني اعمال روتينيه يقوم بها عبد الله وهي من اسباب نجاحه، وهي ليست اسرارا كما يظن بعضهم. جميع أبكاره تتناول مزيج العسل والماء الذي يوفر لهما الطاقة، وهو متقدم على بخيت بن خزينة في ذلك. سعيد الشهواني يقدم أيضا شرابا علاجيا لأبكاره ليس بالجديد. إنها الجرعة العلاجية اليومية لها لمساعدتها على تعويض ما فقدته في أثناء التفحيم، وحتى الأبكار التي لا تشرب الماء يعلمونها، وهو أيضا على علم بما أصاب هجن البريدي من قرع. منظفات خاصة لتستحم هجن عبد الله كي تتجنب المرض الذي قد يحرم صاحبها من نشوة الفوز في السباق المثير. الحين بنسبح الحلال، بنسبحهم بالشامبو وبنسبحهم بالسم. السم هذا بينظف الحلال تنظيفه أكثر شوي يعني مع الشامبو. يعني الماي يعني بالذات للقرع احنا نشوف يعني علاج الماي احسن من العلاجات الثانيه. والله علاجات كثيره، اللي هو الفازلين، الزيت، البودره، الملح، يعني اكثر من شيء، بس يعني الماي زين، الشامبو زين، يعني شيل منه يعني القرع كثير. يعني عبد الله لديه هاجس ان الحفاظ على صحه ابكاره يجعله دائما في المقدمه. آن الأوان لكي يطلع المحكمان على نتائج ما كان يقوم به، فهو يعرض لهما أسرع أبكاره لتقييمها. إيش حالك؟ ساك طيب؟ مستعد للجماعة إن شاء الله؟ تحدثنا عن البكرة هذه وعلى كمر. هذه بنت فراء أمها محجة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، والجماعة طال عمرك ترى مستعدين ويتحدون القريصي ونوار والشاعر بخيت وبندلهم الشاعر كلهم، والحذر من الشعراء، إذا سبقوكم الشعراء ترى يغردون فيكم. والله نقول إن شاء الله الله بعنا عليهم. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، نقول لك شد حيلك وبالتوفيق إن شاء الله. كما الله الله يسلمك. مرحبا وسهلا. الله من قال لها. مسألة وقت لاكتشاف ما إذا كانت ثقة المضمرين ستثمر في السباق التاهيلي. كل ما يركز عليه صالح هو إيجاد راكب آلي مميز، فهو الآن في منزله الخاص بعيداً عن ميدان السباق. صالح لديه خبرة في تصميم الزي للراكب الآلي. يعني في السابق كنت أنا أصمم يعني للشيوخ والأصدقاء، يعني اللي مثلاً قال يبغي شعار، كان هو شعاري اسود واحمر على اساس يبين، لكن هذا الحين يجي بينه هذا الديزاين يكون افضل، يعني تشكيلته حلوه. هذا من تصميمي يعني. لو حد سووا ناس احمر واسود، بس يعني من دخول الريس سميت ريان بالنسبه للمطيه، والشعر رياني، يعني ريان ريان في ريان، ما يحتاج يعني ريان بحت.
زيارته إلى النادي العلمي القطري ألهمته لتصميم زي يناسب الراكب الآلي. صالح يحتاج إلى مساعدة راشد من النادي العلمي لتحقيق ما يصبو إليه. كيف الحال يا راشد؟ بالنسبة أنا لما رحت شفت أنا الركبي عندكم مسوينها من الفيبر، إن شاء الله يعني تعجبكم الفكرة وأنتم تسوونها على الفيبر إن شاء الله. الوقت غير كاف لتصميم الزي الآن، فموعد السباق التاهيلي قد اقترب كثيرا. ما يخطط له صالح أبعده عن الاهتمام بريانة، والمحكمان قد وصلا لتقييم ريانة لمعرفة مدى جهوزيتها للسباق. مرحبا، كيف الحال؟ ايش حالك؟ مرحبا، كيف الحال؟ ايش حالكم؟ عساكم طيبين؟ شلون البكرة؟ ان شاء الله امورها طيبه. سمعنا انها صارت وعكه صحيه بس خلال الفتره الماضيه. الحمد لله تعدت، الحمد لله بخير. ريانه امله الوحيد، واذا اصيبت فسيخرج من السباق. والله ريانه ابوها معروف، ويعني ما يحتاج رياضه، لا معروف البعير انتج ويشيدون بها، يعني على اساس انها ان شاء الله يعني بتسوي خبر ان شاء الله. الله يوفقنا إن شاء الله. ناصر في انتظار عضوي لجنة التحكيم، وهو مثل صالح لا يملك إلا بكرة واحدة. حالياً منتظرين اللجنة يجون يشوفون المسك ويشرفون عليه، وأتمل إن شاء الله أنها تفوز على رضاهم إن شاء الله. على ناصر أن يبذل جهداً إضافياً لإرضاء المحكمين الخبيرين. الله يسلمك، الله يعافيك، ان شاء الله البكره ان شاء الله مستعده وتفاحيمها تبشر بخير ان شاء الله، وللحين ما عرفنا ايش اللي وراه. لا مجامله في التقييم، والمحكمان لا يغضان الطرف عن اي شيء، وعلى ناصر ان ينتظر رده فعلهم. اذا راحت مع ابكار ان شاء الله الاخوان المشاركين في الركض التجريب ان شاء الله نعرف ان شاء الله مستواها، وان شاء الله تكون من المتاهلات ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. جزاك الله خير ان شاء الله. الله يوفقك بارك الله. جزاك الله خير. الشخص هذا من الاشخاص المحبوبين في الريس بدايه. في المساء ياخذ المضمرون قسطا من الراحه، وفي الصباح الباكر يستيقظ ناصر ليطمئن على المسك في هذا الجو البارد، وان كان على حساب راحته. مساء، ليل، اي وقت يعني لازم تكون انت يعني حاضر في أي وقت يعني من هذه الأوقات لطلع على جميع الأشياء اللي عنده في العزبة، من طعام ومن تحضير ومن تجهيز ومراقبة مستمرة إن شاء الله. ناصر مخلص لهجنة، يقدم لها الغذاء الصحي من مواد طبيعية، أما بعض المضمرين فيدعمون أبكارهم بالفيتامينات. روح. فهل للمسك أن تجاريها في السباق؟ الشعير يومياً لازم يكون إحنا نطعم الساعة 4، وهذا ما في طعم لا فيتامينات ولا في أي حاجة. طبعا الشعير الوجبة الرئيسية، فيها البروتينات والأشياء فيها هي تستقوي عليها المطية وتشدها مع التدريب. إذا أراد ناصر الفوز في السباق فعليه أن يتبع نظاما مثاليا في التدريب والتفحيم. ناصر سيبدأ التفحيم عند شروق الشمس لعل البداية تكون مثمرة. لم ينجح ناصر في مخططه، فالضباب الكثيف يحجب إشراقة الشمس. المسك تبدو متأخرة، ولم يخاطر ناصر باستمرارها للتفحيم. لازم يكون الجو صافي أساس تشوف الطريق البكرة، والضبابة ترى تأثر حق حتى المطايا المتعودة. على المسك أن تنتظر. ينقشع الضباب وتتاح الفرصة للمسك لمتابعة التفحيم. يعني حاليا نشوف الوقت بدأ شوي يعني يصفى والضبابة تخف، وإن شاء الله كلها دقائق ونشد على المطايا ونسرح للتفحيم إن شاء الله. متخوف نوعا ما، تخاف على مطيتك إنها
يصير عليها شيء ولا كذا، يعني اهم شيء عندك نجاح التفحيم بالطريقه اللي انت تبغيها يعني. هاي هاي عند كيلو واحد انت نصفته يا سلام. بطل بطل. انطلاقه بطيئه للمسك وناصر يحثها على الاسراع. جود يا ولد جود 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 يا ولد. ناصر راض عن أداء المسك على الرغم من أنها ليست الأسرع. يلا قلص قلص قلص. صبر صبر. واحد ساعة. مثل ما شفتوا في التفحيم حبيت ان اسوق القعود قدامه عشان هي تاخذ نفس المسار اللي هو فيه يعني، اساس تحاول انك تلحقه وتتعداه الطفل. حاول انك تعيش اجواء التفاحيم واجواء الركض يعني، هذا اهم شيء يعني. مضمر اخر يعاني من المشكله نفسها، فالطقس لا يساعد. حمد القريصي يتوق الى الفوز بالشلفه الذهبيه، لذلك يفحم هجنه في هذا الطقس. بالنسبة للعامل الطقس اليوم في المسافة القصيرة يكون سلبي أكثر منه في المسافة الطويلة. لما تكون شمالية مثل اليوم أنا أقول لها الحشوان حاسوة على الحشوان، لأن كل حاشي مسرع ويدفع الهواء ويحاول أنه ما يضغط الحاشي ما ياخذ منها اكثر من اللي الحاشيه. القريصي يفحم كل مفروده على حده. اليوم حمد ليس وحده في الميدان، هناك العديد من البكار وجميعها قلقه من شده الرياح المحمله بالغبار. يحاول حمد ان يهدئ من حده توترها. ممدوحة تحاول الهرب في ظل هذا الجو المشحون. تهم ممدوحة بالهجيج والفدامة في رأسها وقد تحجب رؤيتها فتتعثر وتقع. يطاردها حمد بقلق شديد. يحاول حمد أن يسبقها ليمسك بها بعد خط النهاية. مشهد درامي، وأخيرا يمسك بها مساعده. رب ضارة نافعة، فهل ينتفع حمد بما حدث؟ صدم فيها بكرة جاية من وراء وما أقدر أقرر لك يعني صار فيها تحسن. أشوف الناقة يعني ما حتى ضغطت عليها، ما عليها سماعة ما عليها شيء. توهم التفحيم أقل من العادي، ما بدون آلي بدون سماعة بدون شيء. لم يغير القريصي شيئا والمحكمان قادمان إليه. لقد أمضى أصعب أوقاته في الميدان ولم يحقق ما يأمله. على الرغم من كل تصرفاته الخاطئة تظل ممدوح البكرة المفضلة. كانها صاحية وطيبة تأهيل مرة. هل ما تتكلم؟ تكلم درجة درجة. أنا بنحكم عليك عقب ركض التأهيل الأول. ويعدها مبدأ. أصلا يبارك. الله يوفقنا وياك إن شاء الله توفيق طيب. هذا صبات بسيطة خفيفة، صبات خفيفة بس ما فيها ذكر، لكن نقول فالك اللكسس. الجميع إن شاء الله. وفالك الشلفة قبل اللكسس. الجميع إن شاء الله. تقريبا إن شاء الله القرار على بنت ممدوح إن شاء الله. خلاص على بنت ممدوح بإذن الله إن شاء الله. الله يوفقها ولي فاتها وخلينا معها. أنهى المحكمان زيارتهما لجميع المضمرين، والمحطة الأخيرة هي عزبة حمد. مفاجأة المحكمين كانت بإعطاء فرصة لكل مضمر لكي يختار 5 مضمرين يتوقع تأهلهم وانتقالهم إلى السباق النهائي.
والله هي حاجة هي صعبة، لكن الواحد يتوقع يعني. والله يوفقك، ادعي لهم بالتوفيق. بعض المضمرين يعتبر الاختيار سهلا. طبعا هذا انا رشحت نفسي بعد من ضمن المرشحين، ان شاء الله تفوزون كلهم. حبيب وصدوق ومثل. اها. الانجازات له بصمة كبيرة في الميادين. له انجازات وكذلك له باع طويل في الهجرة. وبعضهم يشك بانه خدعة. وانا ما اقدر اقول فلان ولا فلان، اختار العشرة والله يوفقني. انا والله ودي ارشح نفسي. ولكن كل منهم لديه نظامه الخاص في الاختيار. اذا رد درهم ارشح، كل ما رد درهم الله يوفقنا وياهم. ما اقدر ارشح مطيه ما رد درهم. حسب الاخبار تكلم، حسب كلام الناس ارشح، حسب كلام الناس. اللي بيكون شاري اكثر هو بيكون له النصيب الاكبر. دفعات يعني سرعات في الانطلاقه، مع ان المسافه قريبه. زيناتي ان شاء الله، يعني هذول الخمسه اللي رشحناهم. الترشيح من زملاء المضمرين. زين ابو حمد، يبين عليك توتر متنرفز. ابدا. وقد حان الوقت حيث على كل واحد منهم اثبات بانه الافضل. اتوقع انك تكون من الخمس الاوائل بالسباق ان شاء الله. اذا ما تاهلت ايش بيصير فيك؟ استبعد السؤال اخي.